تجري مناقشة مشروع قانون الأعمال الخيرية في المجلس الوطني لنواب شعن سني، فلمزيد من المعلومات حول هذا القانون ينضم إلينا اليوم في الأستوديو السيد شلينغ المحلل الخاص بقناة السي سي تي في العربية. أهلا بك. من فضلك شارح لنا ما هو الأهمية النموذجية لمناقشة مشروع قانون الأعمال الخيرية. نعم، يعتقد البعض أن هذا القانون ليست مهمة مثل قانون حقوق الملكية وقانون مكافحة الانفصال الدولة، لكن لا يمكن تقليل أهمية هذا القانون، لأنه في جدول الأعمال لمجلس الوطني لنواب شعب هذا العام يوجد عملان إلى جانب مراجعة 6 تقارير بما فيها تقرير عمل الحكومة كالمعتادة كالدورات السابقة. يوجد عملان هما مراجعة خطة الخمسية 13 ومراجعة مشروع قانون للأعمال الخيرية. لذلك يمكن القول هذا هو مشروع قانون الوحيد أحيل إلى مجلس الوطني لنواب شعب هذا العام، وهو الأول قانون وطني ينضبط أعمال خيرية في الصين. وهذا القانون لا يتعلق بأعمال خيرية فحسب، وإنما يتحلى بمفهوم واسع كبير، حيث يبلغ عدد المتطوعين الذين يشاركون في أعمال خيرية دائما في الصين 65 مليون، ووصل حجم تبرعات إجمالي التبرعات في المجتمع الصيني سنويا ليبلغ 100 مليار يوان صيني. لذلك مع زيادة الحجم للأعمال الخيرية نشأت بعض المشاكل والأحوال الجديدة تحتاج إلى قانون خاص لإرشادها وانضباطها. ووضع هذا القانون بمثابة جهود لدفع حكم الدولة وفق القانون بشكل شامل، خاصة يوجد جزء كبير في أعمال خيرية هو مساعدة الفقراء. هذا الجزء متعلق مباشرة بإمكانية كسب معركة التخلص من الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة في الصين. فيمكن القول إن هذا القانون هي خطوة كبيرة أخرى في الصين للتخلص من الفقر في منظوم القانون. وعند التطرق إلى محتويات الأعمال الخيرية، الإجابة جواب معظم الناس هو مساعدة الفقراء أو المسنين والأيتام وإغاثة المنكوبين، ولكن هذا هو مفهوم ضيق للأعمال الخيرية. فمشروع قانون هذا يقوم بتعريف بأعمال خيرية بمفهوم أوسع، يتم إدراج جميع النشاطات العامة لدفع قضايا التعليم والتكنولوجيا والثقافة والصحة والرياضة حتى حماية البيئة في مفهوم النشاطات الخيرية. لذلك هذا المفهوم الكبير سيفسح مجالا كبير لزيادة تطوير الأعمال الخيرية في الصين. وبالنسبة لجمع التبرع العلني وجمع التبرع على الإنترنت الذي يهتم بها المجتمع الصيني على نطاق واسع، يقوم مشروع قانون هذا بتخفيف القيود على هذا الخصوص. فإن توسيع نطاق الفاعل بجمع التبرع يعني تكسير احتكار قليل من المنظمات الخيرية على حق صلاحية جمع التبرع العلني، ويمكن لمزيد من المنظمات الخيرية الحصول على أهلية جمع التبرع والمشاركة في المنافسة على قدم المساواة، ويمكن للمتبرعين خيارات أكثر. وفي السنوات الأخيرة حدث عديد من الأخبار يعني خدع وتزوير في للتبرع، مما يضر ب حسن النية لجماهير الشعب وثقتها بأعمال خيرية. والآن سيقوم قانون الأعمال الخيرية بتحميل المسؤولية قانونية لأولئك الناس. وبالنسبة للمتطوعين الذين يشاركون في الأعمال الخيرية، يقوم مشروع القانون بحماية حقوقهم ومصالحهم بشكل كاف أيضا.
كذلك يقدم هذا القانون تفضيلية ضريبية للأعمال الخيرية. نقطة أخيرة ولا يمكن استهانة بها هي اعتماد الخيري، ففي فصل في فصل خاص لهذا القانون، ويمكن أن نفهم هذا المصطلح اعتماد الخيري بأنه توقيل الأجهزة المتخصصة لإدارة الأموال الخيرية وزيادة قيمتها وزيادة الأموال المستخدمة في الأعمال الخيرية. لذلك يمكن هذا الاعتماد الخيري يخدم خصيصا لأصحاب الأعمال الخيرية، ويمكن لهذا الاعتماد الخيري يمكن لأصحاب الأعمال الخيرية توفير الوقت واستخدام أموالهم بشكل فعال أكثر، ولجعلهم يخوضوا في الأعمال الخيرية بشكل أفضل.